السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على الإجابة النموذجية لامتحان الحاسب الآلي محافظة الجيزة، الفصل الدراسي الثاني 2024، يلا بينا. السؤال الأول هنا بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. ناتج التعبير الشرطي دائما ترو، طبعا إجابة خاطئة، لأن الناتج التعبير الشرطي ترو أور فولس، أه أو لأ، ما ينفعش ترو بس، ممكن أه أو لأ، تمام؟ الخطأ في نتيجة حساب أي معادلة، يعني أي عملية حسابية، يعتبر خطأ لغوي، ساينتكس غلط، ده يعتبر خطأ منطقي، لوجيك. طيب، في جملة الدو وايل لوب، إذا لم يتحقق الشرط لأي سبب يتم الخروج من الحلقة التكرارية، أكيد ما تحققش الشرط، يبقى إذا لم يتحقق يتم الخروج، أه طبعًا صح. طيب، مواقع التواصل الاجتماعي تساعد في التعرف على أشخاص جدد، تمام؟ يفضل مقابلتهم لتطوير العلاقات الاجتماعية، طبعا غلط لأن دي بيسهل التعدي الإلكتروني، تمام؟ طيب 55 سيتي، 55 يعتبر اسم متغير خطأ، هو الراجل بيقول لي اهوت هنا خطأ غلط، الكلام ده غلط لأنه يبدأ برقم، اه طبعا صح، الكلام ده غلط، يبقى صح الإجابة صحيحة، ده غلط لأنه بادئ برقم. طيب السؤال الثاني، اختر الكلمة المناسبة للتعبير عن التفرع برمجيا، نستخدم جملة معينة في لغة، أنا عندي جملتين اف وجملة سيلكت كيس، يبقى قاعدة اف هي طبعا. يستخدم المبرمج الأمر نقط في كتابة الملاحظات، ريم على طول. القيمة النهائية للمتغير واي في المعادلة، معادلة سهلة خالص، 2 في 5 ب 10 زائد 3 يبقى 13. قيمة أسماء المواد، كتاب عربي وكتاب دراسات وكتاب مش عارف إيه، ديت عبارة عن إيه؟ حروف، قيم حرفية، بيانات حرفية. يتم تخصيص قيمة لها أثناء الإعلان عنها فقط، الثوابت كونستانت. السؤال الثالث، أعد كتابة الجمل التالية في كراسة الإجابة. هنا دي أخطاء، بقول لي صحح الكلام ده. في جملة فور نيكست، اسم المتغير يمثل العداد يجب أن يكون حرفي، طبعا غلط، هو حرفي غلط، والمفروض إيه؟ رقمي، حتى العكس يعني، مش حرفي هيبقى رقمي، لأن القاعدة فور ما بتتعملش أصلا إلا مع الأرقام. يستخدم المعامل اللي هو الشرطة ده لإيجاد باقي القسم، المعامل ده غلط، أه طبعا الصح، مود، باقي القسمة مود. يتكون التعبير الشرطي من أربعة أجزاء، أربعة غلط، تمام، بيتكون من ثلاثة، بنقول إيه أكبر من خمسة مثلا، أدي واحد اتنين تلاتة بس. جملة التخصيص assignment عبارة عن طرفين بينهم علامة ديت، دي غلط، حطت على الشرط، الصح اللي هو الرمز ده، دي رمز معامل التخصيص. طيب، قام يوسف بإنشاء حساب إلكتروني خاص به، فحاول أحد استنتاج كلمة المرور بأن كتب اسمه وسنه وميلاده وسنة ميلاده ففتح الحساب، في رأيك إيه الخطأ اللي وقع في يوسف؟ إن يوسف عمل أو أنشأ كلمة مرور سهلة، وبالتالي لابد من كتابة كلمة مرور غير متوقعة يصعب استنتاجها، يبقى رأيك إن هو كتب أو أدخل كلمة مرور يسهل استنتاجها، وبالتالي لابد من كتابة كلمة أو إنشاء كلمة مرور يصعب استنتاجها غير معلومة للناس، لأن طبعا أول حاجة حد هيجرب اسمك وسنك وتاريخ ميلادك واسم والدك والبيانات الشخصية الخاصة بيك، تمام؟ طيب ده سؤال مفتوح، يعني أي إجابة أنت هتكتبه فيه بالشكل ده هتبقى إجابة صحيحة إن شاء الله. السؤال اللي بعده، هنا الغرض من الكود طباعة جدول الضرب العدد 9، تمام، من 1 إلى 10، يعني أنت هتضرب جدول 9 من 1 إلى 10، ماشي مفيش مشكلة. طيب بقول لك هنا في 5 أخطاء، اكتب الأخطاء عشان البرنامج يشتغل صح، طبعا هنا المطلوب إن أنت هتكتب سطر الخطأ هنا والكود بعد لما تصوبه هنا، يعني السطر هنا والتصويب الصح هنا، تمام؟ فانت المفروض هتنجل الجدول بالشكل ده في الكراسه عندك عشان تشتغل عليه. طيب هنا ايه؟ هنا اول خطا معايا، ادي اول خطا اللي هو الكود الاولاني، السطر الاولاني. ديم ان وبرودكت اللي هي حصل الضرب از سترينج، طبعا دي غلط، سترينج غلط، ليه؟ لان المفروض دي قيم رقميه وبالتالي هتاخد نوع انتجر. انتجر. طب عشان واحد بيسالني بيقول لي طب هو ينفع انا كتبتها بايت او كتبتها شورت، اي نوع بيان صحيح ينفع ما فيش مشكله، بس المهم ان هو بيان ايه؟ رقمي، تمام؟ يبقى لازم تكون قيمه رقميه مش قيمه حرفيه. طيب ديم ستري سترينج ما فيش مشكله. طيب هنا مي تكست بوكس 1 دوت تكست بيساوي، تمام ده ما فيش مشكله. فور ان بيساوي 1 2 10 ستيب ايه؟
سالب واحد. ازاي بقى؟ يبقى دي هنا الكود التاني الخطأ اهو. انت المفروض من واحد الى 10، واحد اثنين ثلاثة، يبقى انت كل مرة بتعمل ايه؟ بزود واحد. يبقى حاجة من اتنين، اما ان انت هتكتب ستيب واحد، او ان انت حضرتك مش تكتب ستيب خالص. يعني هكتب 4 ان بيساوي 1 2 10 وبس على كده، لان احنا قلنا ان ستيب في قيمه واحد اذا كانت واحد صحيح موجب لا يتم كتابتها، ودي ما فيهاش مشكله. يبقى دي تاني كود. طيب اس تي ار بيساوي 9 اند اكس، طبعا بين علامات تنصيص عشان يبقى اللي هي شكل علامه الضرب، اند ان اللي هو المتغير العددي يساوي، اند بين علامتين تنصيص اللي هو يساوي. تمام. برودكت اللي هو حاصل الضرب، حاصل ايه؟ الضرب ده اصلا الكود ضرب. طيب برودكت هيساوي ايه؟ 9 زائد ان، لا طبعا ده هيبقى 9 ضرب ان. سهله خالص يا شباب. طيب الكود الرابع، وده الخطا الرابع، مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست بيساوي مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست اند اس تي ار اند برودكت اند في بكريل، صح؟ لا في حته صغيره، ايه هو؟ هنا اجى كمل الكود. بص حضرتك اهو كان يقدر يكمله اهوت على سطر واحد، بس ده هو مسهلها خالص. هنا بدل ما يكتب الكود على سطر واحد راح كاتب الباقي على السطر الثاني. واحد يقول لي ما السطر مش كافه، لا المفروض طالما السطر ما كفاش او عاوز يكتب على سطر واحد لازم يعمل علامه الشرطه السفليه، لازم يحط الشرطه السفليه هنا. يبقى ديت الخطا اهوت، الصح ان هو كان لازم يحط ايه؟ شرطه سفليه عشان يكمل الكود على السطر الثاني. تمام؟ الخطا الايه الخامس والاخير، طبعا هو الخطا ده اساسا امر اختياري، بس هنا الخطا في ايه؟ في ان هو كتبها هنا، كتب نيكست اس تي ار. طبعا المفروض اللي بينكتب بعد النيكست اللي هو المتغير اللي هو جنب النيكست، المتغير الاساسي بتاعك اللي هو ان، عشان هو هنا يبقى يعمل معدل زياده، يبقى المفروض هنا نيكست ان، او حضرتك تكتب نيكست بس. يعني لو واحد اجى قال ده انا كتبت نيكست ومش كتبت جنبها حاجه، صح؟ ليه؟ لأن المتغير هنا اختياري، وبالتالي إيه؟ ينكتب أو ما ينكتبش مفيش مشكلة أي حاجة خالص. بكده الأسئلة انتهت، الأسئلة مع التمارين والتوفيق. أتمنى إذا عجب حضرتك الفيديو ما تفقدش علينا بالإعجاب، اشترك معنا في القناة، تفعيل زر الجرس، وما تنساش موجود شرح وامتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي. في أي تعليق سيبه في الكومنتات وأنا هرد عليكم إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح. السلام عليكم.